نروح بقى مع حضراتكم للخبر المهم دلوقتي وطبعا الفريق الاول، ونتكلم من النهارده على استاد الاهلي والسلام اللي انا وكريم كنا يعني سعداء وتشرفنا ان احنا كنا من المذيعين يعني اللي افتتحوا هذا الاستاد الجميل. هيشهد مباراه الاهلي وصن داونز في اياب دور ال 32 ده بدوري ابطال افريقيا، هيكون الساعه 7 مساء. كلنا اكيد مستنيين الماتش ده. بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الاول لكره القدم بالنادي اعلن بقى قائمه الفريق. قائمه زي ما هقول لحضراتكم هتكون كالتالي: علي لطفي، حمزه علاء، مصطفى شوبير، احمد رمضان، بيكم، محمد شكري، احمد نبيل كوكا، سعد سمير، ياسر ابراهيم، محمود كهربا، حمدي فتحي، محمد شريف، وليد سليمان، ايمن اشرف، بدر بنون، اليو ديانج، طاهر محمد طاهر، صلاح محسن، ومحمد مجدي قفشه، وعلي معلول، واحمد ياسر ريان، واكرم توفيق. كل التوفيق ان شاء الله، والحمد لله الحمد لله على سلامه قفشه وكل لاعبينا يعني اللي كانوا عندهم اصابات، الحمد لله ان هم رجعوا بالسلام. في ناس ممكن تشوف ان مباراه النهارده مباراه نسبيا يعني تعتبر سهله الى حد كبير، لو خدنا في الاعتبار طبعا ان احنا كانت النتيجه 1-0 في مباراه الذهاب على ارضيه ملعب ما يعلم بها الا ربنا، ف 1-0 دي نوت باد في الظروف المشابهه. ولكن في ناس حتى وصل مرحله ان هي توقعاتها وصل لدرجه ان هيكون في غزاره تهديفيه في مباراه النهارده. اللي عايز اقوله ان الاهلي بصفه يعني خاصه دونا عن بقيه الفرق دايما، ودي مش حاجه جديده، فكره ان المباراه ايا كان الطرف الثاني فيها مين، ايا كان الخصم فيها هيكون مين، في كل الاحوال هي مباراه مهمه بالنسبه للنادي الاهلي. في كل الاحوال هيلعبوا بنفس الروح المعتاده اللي احنا متعودين نشوف من خلالها لعيبه النادي الاهلي، فدي برضو من ضمن السمات المميزه والمميزه جدا للنادي الاهلي حقيقة.